أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الرضا بالقضاء والقدر واجب أو مستحب؟ واجب الرضا بالقضاء والقدر، بمعنى الإيمان به والاعتقاد به. أما الرضا بالمرض والرضا فهذا ما يلزم أنك ترضى بالمرض، لكن تصبر عليه، يلزمك الصبر. أما الرضا به والتلذذ به هذا ما يلزمك، لكن تصبر عليه ولا تسخط ولا تجزع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.